فضلنا شنو تحت قصف الدانات الحاصل في الخرطوم. اوكي، وناس المبادرات، ناس اللي بيساعدوا الاخوان ورجال الاعمال، كلمه لهم وسيدات الاعمال اللي ساعدوا، انت بتقولي لهم شنو؟ انا بقول لهم هم في طيارات وصلت فعلا، لكن شكله عدم النظام جاي من الناس اللي في فلوا جزاتهم. زي ما قلت لك، ممكن اذا الواحد اوريدي مؤجر الطياره لاسرته فدي حاجه طبعا ما بنلومه فيها، لانه دي قروش وده حرماله صح، لكن طول ما هو قدر يشيل ناس تانين معاه من اسرته فكويس، خليهم يحاولوا. الطيارات دي لما تصل جوبا يا ريت ان لما تصل فلوج يا ريت انها تصل معها مؤن غذائيه كافيه. طبعا انا هسي حاليا كده من امبارح لليله شايفه انه فعلا في مؤن غذائيه وصلت لفلوج، شايفة انه سيدة الاعمال وسيد الاعمال بيبي علي وزوجته برضو وصلوا هناك، تكلموا مع الناس وشافوا احوالهم. الحاجة الثانية اللي عايز اطلبها انه في دكتور روبرت، انا لو كنت جاية على جوبا هو تقريبا كان يا داب وصل، هو شغال براهو فعنده شحف في الادوية، وشغال براهو اليد الوحدة ما بتصفي، فكان بيتمنى لو جوبا تقدر ترسل طاقم مساعد سواء كان من الممرضين او من الدكاترة. محتاجين برضو لناس سايكولوجيست، لانه في ناس الصراحة داخلة في تروما شديد. محتاجين للسوشيال ووركرز عشان يقدر يتعاملوا مع الاطفال، فمحتاجين لكمية من الادوية عشان يقدر يساعدوه برضو، لانه اليد هو براه هناك، هو براه للجمع الكبير ده فهو تعبان، فياريت لو في ناس تانية تقدر تنضم له وتساعده.